اولا ماشي اولا ترحيب وشكر لمي ولكل مين نظم هالمؤتمر هذا. انا فخور انه اكون من الاشخاص الاقتصاديين القلائل يلي ندعوا يتحدثوا، لانه عاده هالمؤتمر عنده طابع سياسي مثل ما شايفين وطابع صحفي، ومثل ما كمان شايفين الموضوع الاقتصادي ما بيهمون كتير، بس بالرغم من ذلك حنتكلم عنه، لانه نحن والست ماي مشوار طويل كان بالحديث عن women on the front line. كنا دائما نقول انه المرأة لا تقدر تثبت in the front line، لازم عندها يكون مقومات الصمود، واهم مقومة للصمود اليوم هي الصمود الاقتصادي. وإذا المرأة ما كانت مستقلة ماليا واقتصاديا سرعان ما بتنهار أمالها قدام عجز إمكانياتها. من هون سمعت لنا ست ماي شو عملنا نحن بالبالسي وشو كانت الخطوات اللي عملناها، وحبت أنه نعطيكم من خبرتنا اللي صار بكلمات بسيطة. فلما اشترى الفرنسا بانك أكثر أو أغلب أسهم البالسي كان في عنا مشروع تطويره، وكوننا فريق من العمل صار يدرس شو هي الشريحة اللي بدنا نتوجه لها لكي ننمو ونكبر. وهالشريحة وهالتيم طبعا كان من البديهي طلب منا بالأول انه نتوجه الى ما يسمى بالاس ام ايز، يعني سمول اند ميديوم انتربرايز، الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي بتمثل اغلبية الشركات بلبنان. ولكن من ضمن الفريق اللي كان موجود كان في عنصر نسائي، وهالعنصر النسائي طلب منا نتوجه كمان بالإضافة إلى شريحة مهمشة من المجتمع وهي النساء، وطلب منا أنه نحط الجهد الكافي. طبعا جرى حديث كتير، لأنه بوقتها كان إذا نزلت مرأة على بنك بيقولوا لها يا بنتي جيبي كفالة بيك أو جوزك أو ما يشابه ذلك، فكان في كتير من الأخذ والعطاء، ولكن قررنا نخوض هالتجربة هذه. وتبين لنا انه صحيح الدستور بلبنان اعطى المناصفه للمراه، ولكن القوانين ظلت من دون مستوى ارادتها او امكانياتها او طموحها بالوصول. فكوننا فريق ثاني من الاخصائيين والتقنيين والمحامين والمصرفيين ليلاقي حلول لهالمعضله، وصرنا نفتش وين في ثغرات ثغرات قانونيه، وبنضلنا نحافظ على القوانين المرعية الإجراء، ولكن ثغرات بتمكننا نوصل المرأة إلى جزء ما هي تطمح إليه. ففوجئنا من بعد فترة أنه أصبنا الهدف وأصبناه بدقة. فللنساء إمكانيات، أولا طبعا شريحة مهمة، ولكن لهم إمكانية تحمل وعطاء أكبر بكثير من الرجال. يعني ست ماي يمكن أكبر دليل إلى ذلك، فهي يلي عانته ويلي التجربة اللي مرقت فيها ما بفتكر فيه كان رجل بيقدر يتحملها ويضل هالابتسامة الحلوة على وشه. فلقينا انه عند النساء في امكانية كبيرة متجاهلة، ولقينا كمان انه عند النساء في التزام كبير بواجباتهم، واجباتهم المالية والمصرفية. فالمرأة ما عندها روح المغامرة، وبالتالي بتقترض ما يكفي لها انه تتمم مشروعها وتدفع بالطريقة المنتظمة، وبتكون حاطة الدفع قبل الاقتراض. هيدي شغلة كمان منلاقي انه قليل من النوادر نلاقي انسة او مرة متعسرة عنا بالمصرف. كمان في عندهم وفاء كبير للمؤسسة اللي بتدعمهم، وبالتالي اي عميلة دخلت لعنا واشتغلت معنا ومدلة البالسي يد العون ما تركتنا، بالعكس بتروح بتجيب أصدقائها وعائلتها ومين عنده مشاريع مماثلة ليساهموا معنا. ومن هون انطلقنا بال2012 بما سميناه الوي انيشيتيف. الوي انيشيتيف هي منتج أو لاين أو ما بعرف شو بكون سموه، بيتوجه إلى المرأة وبيحكي لغتها وبيعاني معاناتها وبيلاقي حلول لمشاكلها الاقتصادية والمالية، وبيفتح لها كمان مجالات الأسواق الداخلية والخارجية. وهالمنتوج هذا الوي انيشيتيف منه مكرس لعملاء البي ال سي، بل هذا مفتوح
لكل العالم وبيعملوا دورات تدريبية للعموم. ومن هون ومن هون بلش مشوارنا للخارج. وهون كلمة لازم أقولها، ما فينا ننتظر يجينا عون من الخارج إذا ما شافوا إنه نحن جديين بالمبادرة. ففينا نقعد، هذه كلمة ميزوجين، نتستت ونقعد مثل ما بيقولوا ونندب حظنا إنه ما حدا عم يجي، بل برا لما بيشوفونا عم نبادر لا بيجوا لعنا وبيحكوا معنا. فاتصلوا فينا الجي بي اي، هي Global Banking Alliance. Global Banking Alliance هي منظمة دولية تجمع المصارف من أنحاء العالم لتطوير استراتيجية للنهوض بالمرأة وتحقيق الثروة لها. فانضمينا إلون وسرعان ما أخذنا رئاسة الجي بي اي. وهالسنة البي ال سي بشخص تاني مسلم، احدى زملائنا بالمصرف يلي هي طبعا انسه، هي اليوم مترأسة هالمنظمة العالمية يلي هي الجي بي اي. والجي بي اي كمان تصفيق لها. وهالجي بي اي كمان اعطانا جائزة افضل بنك بترويج الأفكار اللي عنده إياها مع زملائه. أي نحن دربنا 15 مصرف عالمياً وإقليمياً ليأخذوا من خبرتنا ويعرفوا كيف يطوروا ما طورناه بلبنان بالخارج. بالإضافة إلى ذلك مضينا مع اليو أن ويب. شو اليو أن ويب؟ يو أن وومن إمباورمنت بلان. بقى اليوم نحن هالمنظمة هي تحت مظلة الأمم المتحدة لتمكين المرأة. البي ال سي مضى هالاتفاقية معهم وهو أحد ال 35 بلد، لبنان أحد ال 35 بلد ممثلا بالبي ال سي يلي منضمين لهالمنظمة ويلي بيعنوا يلي التزموا بهالبرنسيبل تبع الامباورمنت ويلي سيرين فيهم. بالإضافة إلى ذلك عملنا جائزة سميناها البلا بريليانت لبنيز أورد. هي جائزة بنعملها سنويا بتتوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة والنساء. هالجائزة طبعا صارت رسالة إلنا وكل سنة منكررها، وبتعطي للمشاركين فيها الإكسبوجر والشهرة وإمكانية خوض أسواق داخلية وعالمية ما كانوا يحلموا يقدروا يوصلوا لها، لأنه الإكسبوجر على التي في شغلة مهمة كتير بأيامنا. لذلك كله حصل البي ال سي على جوائز عدة، من أهمها جائزة الغرف الأمريكانية اللبنانية لدعم المرأة وتمكينها. بعد الأرقام، بس لما نقول إنه ما قلنا ولا رقم، بفترة وجيزة صاروا موظفين البي ال سي 51% منهم من النساء، وذلك من دون كوتا. وصلوا النساء إلى هالمراكز وجزء منهم إلى مراكز إدارية مهمة من دون جميلة حدا. والبنك استفاد كمان لأنه صار في عنا القروض المعقودة للنساء زادت بنسبة 50%، 51%. الودائع للنساء زادت ب 73%. زادوا تسليفاتنا 70% للأسميز. كل ذلك إجا بس لأنه فتحنا للنساء الإمكانية بالتطور. فأنا بقول النمو الاقتصادي بأهمية التمكين علميا وبأهمية التمكين سياسيا. ولما بيشكرونا دايما بيقولونا أنه أنتوا عم تعملوا كتير للمرأة في العالم، نشكرهم نحن لأنه كان الشكر متبادل. هن ساهموا بتنمية مصرفنا ونحن ساهمنا بتنميتهم اقتصاديا. شغلي أخيرة لكم إياها، أنا عم حاضر على يعني عدد كبير من النساء، وبفتكر ولا واحدة منهم كان ناطرة مني هالشهادة هيدي. كلهم بيعرفوا قيمة نفسهم وكلهم بيعرفوا قدراتهم. من خبرتي أنا قبلي ثلاث بنات، هالثلاث بنات كنت وقت أقعد وأحكي معهم وشجعهم على وصول أهدافهم. طبعا الحديث يكون يسخف إنه أكيد داد ولو ما عارفين هالشغلة. الحديث كان مفيد أكتر وقت كان أحكي مع ابني، لأنه الذكر كان بده أمثلة وبراهين، بدك تشرحي له ليش مش مقتنع إنه شغلة بسيطة. ولكن المهم إنه لما بيقتنع بيصير هو اللي يدافع معهم. فأنا بتمنى أنه يكون في حضور ذكري
قد الأنوثة، لأنه بالآخر ببعض المواضيع الثانية لما قلبت كنت أنا ضد بعض الأفكار اللي عم يقوموا فيها بناتي، كان هو المدافع الأول وعم بيقول لي إنه هيدي ضد اللي خبرتني إياه من فترة. وبالتالي بالمجتمع إذا ما أقنعنا الرجل وبدنا نشتغل على الجيل الجديد الصغير إنه نقنعهم إنه في متساوية، لأنه الكبار أنا برأيي جزء منهم بيستعملوها سياسيا أو لأغراض غير يلي نحن طامحين إلها. فاشتغلوا على الجيل الجديد. ومثل صغير هون إنه أنا مع الكوتا بادوي، بس بدي نبه منها، أنا خايفة تكون زر رماد بأعين الناس، لأنه لما بنطلع على بلاد وصلوا النساء إلى سدة الرئاسة كبوتو بباكستان أو بالهند إنديرا غاندي، ما شفنا حسنوا شيء ببلادهم للنساء. وبقول لكم ليش، لأنه كانت الأرضية مش موجودة، فوصلوا بسبب وفاة زوجهم أو بسبب انقلاب أو بسبب عائلتهم، وبالتالي طبعا سعيوا ولكن ما وصلوا. أنا بطلب من الجميع يحضروا الأرضية بالمجتمع اللبناني، والأرضية بتبدأ عند الرجال وعند الذكور. أنتوا جاهزين، ما بدو حدا ينقلكم شيء.